استمعت إلى حديث السيد رئيس الوزراء، لأول مرة نستطيع أن نقول بأن هناك اعتراف حكومي واضح، ذكر بالنص بأن منفذي الكثير من الجرائم مجرمون يتسترون بغطاء الدولة. الاعتراف الحكومي هذا على قضايا لطالما حذر منها مرصد أفاد وغير كثير من المراكز والمنظمات، ماذا يعني لكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة. أعتقد أن الخطوة وإن كانت متأخرة جيدة، لكن العبرة بالتطبيق وليس بالمقررات فقط. الإشكالية في سلوك الأجهزة الأمنية يتعلق بما تمليه عليهم الحكومة أو السلطات التنفيذية والأجهزة الأمنية على وجه الخصوص. هنا موضوعنا على الاستخبارات، باعتبار أن المخبر السري هو أحد الفئات المرتبطة عضويا بهذه المؤسسة الأمنية، وكثيرا ما شك العراقيون سواء على المستوى الشعبي أو على المستوى المنظمات المتعلقة بحقوق الإنسان المحلية منها والدولية، من أن المخبر السري هو أحد المتكئات التي اعتمدت عليها القوات الأمنية في اعتقال الآلاف من الناس. وقد ثبت بالدليل القاطع أن الآلاف من المعتقلين يقبعون في السجون بوشاية ذلك المخبر السري. للعلم أن المخبر السري هذا الموضوع أنشئ في زمن المالكي ثم أوقف العمل به قبل بضعة سنوات، لكن يبدو أن السنوات الثلاثة الأخيرة وخصوصا بعد ثورة تشرين أعيد العمل به بصورة سرية، وهناك الكثير من المعتقلين تم اعتقالهم بهذه الوشاية وهذا العمل الذي أصبح مجرما قانونيا. اليوم ما فعله رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي هو إعادة التذكير بما سبق أن ذكره قبله من السياسيين سواء في السلطة أو في البرلمان، من أن هذه مشكلة المخبر السري دقت أسفين في مستوى في الموضوع الاجتماعي، لأن هناك كثير من العائلات نكبت بفعل هذا الإجرام، وكانت القشة التي قسمت دار البعير إذا صح التعبير هي مجزرة جبلة التي دفعت الحكومة العراقية إلى يعني التفكير ماليا بالاستجابة أخيرا للشكاوى التي ترفع منذ سنين بأن هذه المشكلة عويصة وينبغي أن يوضع لها حل. سيد حسين، يعني أهمية هذا الاعتراف الحكومي اللي حضرتك أشرت إليه واللي استمعناه قبل قليل من خلال كلام رئيس الوزراء، تكمن هذه الأهمية بوجود خطوات فعلية لاحقة حكومية، تحدث تحديدا كمرصد معني بحقوق الإنسان. تابعتم خلال هذه الفترة وجود نوايا ربما أو وجود تحركات فعلية ربما من أجل معالجة هذه الكوارث؟ يعني كما قلت التطبيق ما زال لم يظهر إلى العيان. ما نشاهده أو ما شاهده الكثير من العراقيين أن المشكلة مستمرة، كثير من العائلات كثير من الناس تقاد إلى السجون بوشاية المخبر السري. لا أزعم أن كل عمل المخبر السري في العراق هو خاطئ، لأن هناك قضايا تتعلق بالكشف عن الفساد، قضايا تتعلق بالكشف عن المخدرات التي انتشرت في الفترة الأخيرة، لكن الإشكالية العويصة هي فيما يتعلق بالمادة 4 إرهاب التي يعني دفعت الكاظمي مجبرا ومضطرا للحديث عنها بعد أن كانت سرا لا يتكلم به إلا في وسائل وسائل التواصل الاجتماعي، بأن أنها أصبحت مسجلة أو بصمة لمكون معين في العراق. ولا حرج أن نقول أن المكون السني يعاني من هذه الإشكالية، أصبحت وسائل التواصل والناس يعرفون أنها تسمى بدل مادة 4 إرهاب مادة 4 سنة. هذه المعضلة بحاجة إلى حل جذري. طيب. الكاظمي في سياق كلامه اليوم أشار إلى أنه قبل فترة ليست بالقليلة وجد عدد كبير من السجناء يعانون بوشاة هذا المخبر السري، لكنه لم يقدم على تغيير ذلك الأمر. نعم. وأن حديثه مع رئيس مجلس القضاء الأعلى فاق زيدان المكرر لإيجاد حل لهذه المعضلة لم ينجح سابقا، نأمل أن ينجح حاليا في ترجمة فعلية، أولا على مستوى إعادة محاكمة كثير من الناس لا نزعم أنهم ربما بضعة آلاف، ثانيا إيجاد تعويضات الناس الذين تضرروا وثبت أن اعتقالهم تم بطريقة طائفية أو غير صحيحة أو بإجراءات غير مكتملة أو بدون مذكرات قضائية. والنقطة الأهم هو تغيير
السلوك الأخلاقي لهؤلاء المخبرين السريين أو قوات الأمن التي تستجيب لهذه الوشائات الكاذبة دون تدقيق. وندعو مجلس القضاء الأعلى أيضا لأن يحقق في خلفية هؤلاء الذين يعينون مخبرين سريين والأجهزة الأمنية المتصلة اتصالا مباشرا بالاستجابة لما يقال عن أنها تعتقل دون وجهة. أشكرك جزيل الشكر. المتحدث باسم مرصد أفاد المعني بحقوق الإنسان السيد حسين دلي، شكرا لك.